كملين معك الدكتورة مواضيعنا ويعني كل المراحل اللي تطرقنا لها فيما يخص التعرف على جسد المرأة من قريب. مواضيعنا الخاصة بالتربية النسوية، تكلمنا على الكليتوريس أو البدر، تكلمنا على المهبل أو الفاجان، اليوم غادي نتكلموا على الرحم، من الرحمة كيف ما قالت الدكتورة لبنى بوحولي، الرحم والأدوار ديالو. احنا اللي سنعرفوا ان الرحم المهمه الاولى ديالو هي استقبال الجنين. كاين مهام اخرى دكتوره؟ فعلا كاين مهام اخرى، الرحم اولا الوالده اولا لوتيروس بالفرنسيه، هو عضو داخل في الجهاز التناسلي ديال السيدات ولا ديال البنات. عنده بزاف ديال الادوار، ولكن الدور الرئيسي وهو الامومه والحمل، يعني ضروري بالنسبه للانسانيه ولكن ماشي ضروري بالنسبة للصحة ديال السيدة، ربما الصحة النفسية، ولكن نقدروا نعيشوا بلا رحم. يعني الأمومة هو الدور المهم للرحم. الأمومة كاين يعني سيدات اللي تزادوا بدون رحم؟ كاين كاين هذا تشوه خلقي، كاين سيدات كيتزادوا بلا رحم. كنعرفوا كيفاش كيوقع حتى ما كيكونش الرحم من ناحيه التكوين ديال الجهاز التناسلي، ومن العلامات هو ما كتكونش العاده الشهريه. اوكي، كنقلبوا على علامات اخرى باش نشوفوا النوع ديال 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 الخلل اللي كاين. كتوصل البنت لسن البلوغ ما كتجيهاش العاده الشهريه، دونك هذا من العلامات الاوليه. الخاصيه ولا الدور المهم وهو الحمل. هو الى عرفنا به كاين المهبل، كاين الجهاز التناسلي الخارجي اللي باين، ومن بعد كيكون المهبل، وفي الداخل ديال المهبل غنلقاو العنق ديال الرحم اللي هو الجزء الاول ديال الرحم. الرحم اللي كيعطينا عاده شهريه، وهو اللي كيعيش فيه الجنين، وهو اللي باش كتولد السيده. وفي المخيله ديال جميع الناس ان الرحم كبير بزاف، لان باش يستقبل الجنين لانه ما شاء الله ما بين 2 حتى 4 كيلو، في بعض الاحيان اكثر من ذلك، فبالمخيله ديالنا الرحم يكون كبير. شحال يعني الكبر ديال الرحم عند السيدات؟ المعدل هو 7 سنتيم فقط. 7 سنتيم في الطول ديالو، العرض ديالو 3 حتى 4 سنتيم، وليبيسور ديالو 2 حتى 3 سنتيم. وهادشي كلشي تيتبدل وتيتغير على حساب الهرمونات اولا. ملي كتزاد البنت من البطن ديال الام ديالها كيكون الرحم منفوخ شويه، حيت كيكون تحت تاثير الهرمونات ديال المراه الحامل. من بعد الولاده الرحم كيصغر الحجم ديالو كيصغر بزاف، حتى لا بوبرتي، حتى السن ديال البلوغ، تما كيبدا المبيض كيفرز الهرمونات. المبيض واش داخل في الرحم او لا؟ يعني ما داخلش في الرحم. تتحسب على الرحم ولا لا؟ شكرا على السؤال. يعني تكلمت على العنق ديال الرحم زائد الرحم زائد القرون. دونك القرون راه شادين في الرحم. المبيضين شادين، ما داخلينش في الرحم. المبيضين هما اللي كيطلقوا الهرمونات وكيصوبوا البويضه باش السيده تحمل. قابطين، عندنا دي ليغامون بحال خيوط، شادين في الرحم. يعني يقدر ما يكونش الرحم ويكون القرون مع المبيضين. فعلا هذا هو واحد التشوه معروف، لي زوفير. فعلا سي دو لا بلازي سنسموها، يعني الرحم ما كاينش، وكاين كونوا المبيضين بجوج كاينين، اوكي سي تو بلازي اوتيرو فاجينال، يعني الرحم ما كاينش وجزء من المهبل ما كاينش، طريف الجناب ديال القرون كاينين والمبيضين كاينين. سبحان الله. دونك هذا تشوه خلقي قليل وعنده اعراض ديالو، طبعا الحال عنده العلاج ديالو. وهذا سيعني فاننا فاش نستاصلوا الرحم نقدروا نستاصلوا الرحم بوحديته ونخليو القرون والمبيضين على حسب السبب اللي غيوصلنا لاستئصال الرحم. كاين الامراض الحامده وكاين الامراض السرطانيه، وهذا التصنيف مهم باش كنوصلوا اشنو غنحيدوا في الرحم. واش نحيدوا الرحم كامل بالقرون ديالو بالعنق الرحم ديالو ونخليو المبيضين، ولا نزولوا حتى المبيضين، اولا نحيدوا جزء من الرحم، خصوصا ملي كنكونوا في النطاق ديال الامراض غير السرطانيه. واضح. هذا الرحم يعني مطلوب منه انه يتاقلم مع الهرمونات، مع الوضعيه ديال المراه ومع الزمن اللي فيه هو، فبالتالي واش هذا العضو هذا يقدر يتعرض للامراض ويتعرض للمشاكل بقوه هذه التغيرات اللي تيتعرض لها؟
كاينين جوج ديال الحالات، كاين السيدات اللي ما عندهمش هرمونات، يعني ما عندهاش افرازات، يعني امراض هرمونيه مثلا كيكون خلل في الوظيفه ديال الدماغ من ناحيه الهرمونات، يعني الرحم ما كيتوصلش ما كيستقبلش الافرازات الهرمونات لي زوستروجين لا بروجيستيرون. كنلقاو البنت واخا كبرات في السن كنلقاو حجم صغير، يعني ملي كيكون صغير راه ماشي مؤهل باش السيده تحمل وتستقبل الحمل اللي غادي يكبر. يعني اصغر من هذاك المعدل اللي عطيتينا. اصغر اصغر، حيت شكون اللي كيكبر الرحم؟ كيكبر الحجم ديال الرحم هما الهرمونات ديال المبيض والهرمونات اثناء الحمل. يعني من 7 سنتيم الحمل ملي كيكبر الحمل عادي شحال كنحسبوا بالسنتيمات؟ 33 سنتيم، يعني الحجم ديال الرحم كيوصل حتى 33 سنتيم، وفي بعض الحالات كيقدر يتعدى هذا الرقم الا كان الجنين كبير او كان الماء اللي داير الجنين كثير بزاف. بعض الخطرات الرحم تيتسبب لنا بزاف ديال الالام، في حالات بحال ان بعض السيدات يكون عندهم الرحم مقلوب شي شويه، كاينين هاد الحالات ولا لا؟ كاين هاد الحالات فعلا، كاين امراض حميده اللي كتعطينا اعراض فيها بزاف ديال الالم، كما قلتي الاخت سميره ريتروفيرسي. كاين هنا في المغرب كنسميوه الرحم مقلوب. مقلوب كيقدر يكون عادي وكيقدر يكون داخل في نطاق امراض بحال لوندوميتريوز ولا لادينوميوز اللي كنعرفوها مرض حميد، ولكن كيعطي مشاكل صحيه للسيدات. دونك كاين الالم وكاين الرحم كيف ما قلت كيقدر يكون يتعرض للالتهابات، يقدر يتعرض للتعفنات، يقدر يتعرض لاورام حميده كيف ما يقدر يتعرض لامراض سرطانيه. اكيد ان كل النساء تعرفوا بان الدوره الشهريه تجي من هذه المنطقه، ولكن ما تنعرفوش كيف باش تتم هذه العمليه. دكتوره فعلا المبيض عندنا ان الدماغ كيعطينا افرازات هي الاولى، واحد الجزء في الدماغ كنسميوه ليبوتالاموس قريب له ليبوفيز، هاد الجوج ديال المناطق ضروريه ومؤكده باش المبيض وغدد اخرى تشتغل. دونك المبيض هو تلقى لو سينيال يعني الافرازات ديال الهرمونات من الدماغ، المبيض غيستأنف العمل ديالو كل شهر كيطلق هرمونات مش بطريقه مش شيماتيزي كيطلق لي زوستروجين اي لا بروجيستيرون. هاد الهرمونات شنو كدير؟ كتطلق طبيعه الحال كتمشي للدم وكتوصل الغشاء الداخلي ديال الرحم. هذاك الغشاء الداخلي شنو كيوقع له؟ السمك ديال الطبقه الداخليه كتبدا كتكبر، كتبدا كتكبر باش تستقبل الجنين، باش تستقبل الجنين. والا ما كانش حمل هذيك الطبقه اللي كتكون كل شهر غادي تنزل على شكل دم ولا على شكل الطبقه ديال الغشاء الداخلي ديال الرحم. وثاني في البدايه ديال العاده الشهريه المبيض كيستأنف العمل ديالو، الا كان حمل هذيك الطبقه كتبقى كتزاد وكيوليو تغيرات اخرى داخله في نطاق الحمل. دكتوره ناديه مزيان متوكل، عندك شي اضافه؟ عندي اضافه بان لي بانت لي مهمه بزاف، وهما السيدات اللي كيتم استئصال ديال الرحم قبل سبب معين، يعني من ناحيه العلاقات الزوجيه او الجنسيه نقدر نقول ما كاينش تغيير. بالعكس الدراسات اكدت ان كاين تحسن في العلاقات الزوجيه او الجنسيه، كاين تحسن. طبيعه الحال كاين العامل النفسي اللي حاضر بزاف ملي كنستأصلوا الرحم، طبيعه الحال كاين حاله نفسيه خصنا نتكلفوا بها قبل باش ما يكونوش كآبات او حالات نفسي اكتئاب او حالات نفسيات اللي كتدخل في الاضطراب ديال العلاقه الزوجيه اللي كتجي من بعد استئصال الرحم. والحالات النفسيه دائما تترافق المراه في كل مراحل من ديال حياتها. غادي نتكلموا على الحاله النفسيه ديال المراه الحامل وما تتعرض اليه نفسيتها. فقره بيني وبينك بعد قليل اللحظه غادي نمشيو عندك هدى جنان في جوله في السوق.